تحية مميزة لكل من انضم إلينا عبر شاشة روتانا خليجية في برنامج سيدة اليوم الموجه لكل امرأة عربية وخليجية. عندنا الكثير في حلقتنا لليوم، لكن في البداية أمسي على زميلاتي خلود في جدة ورنيم في الرياض. مساء الخير يا خلود. مساء النور والسرور عليك يا هدى وعلى مشاهدينا الكرام في كل مكان. حياكم الله بحلقة جديدة مباشرة من برنامجكم اليومي المباشر سيدتي. احنا عندنا في جدة مواضيع ومتنوعة، حنتكلم أيضا عن فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية الأمريكية لأمراض الصدر، وحنتكلم من جدة كمان عن يعني نجاح جديد وإنجاز كبير أثبتته المرأة السعودية خلال فترة وجيزة، وهو دخولها السلك القضائي. هذا بالإضافة لغير المواضيع المختلفة والمتنوعة. أذهب الآن لزميلتي رانيم القبج بالرياض ومسي عليها. سعد مساك يا رانيم. شكرا خلود، مساء الخير ليكي وطبعا لكل المشاهدين الكرام ومتابعي برنامج سيدتي. اليوم من الرياض بنسلط الضوء على مؤتمر الشباب في مجلس الدول التعاون والذي عقد يوم الخميس الماضي، والتفاصيل اكيد مع ضيفنا في الاستوديو بنتابعها لاحقا، لكن اسمحوا لي ارجع على هدى امسي عليها بالخير ونستعرض معها بقيه فقرات سيدتي لليوم. اليكي هدى. يعطيك العافية رانيم، وأكيد ننطر فقراتكم أنت وخلود. وإحنا نذكر مشاهدينا من بوظبي من استوديوهاتنا أنه تقدرون تشوفون حلقتنا اللي ما شفتوها على اليوتيوب اللي تشوفونا على شاشة الحين، ولا تنسوا مشاهدينا نتمنى أنكم تتواصلوا معنا من خلال الفيسبوك وحسابنا على تويتر وعلى انستغرام. أما الحين فإليكم العناوين. في سيدتي اليوم 20% من السعوديين يعانون من الربو. انطلاق فعاليات مؤتمر الشباب في مجلس التعاون لمناقشة تطلعاتهم وطموحاتهم. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات سيدتي على الفيسبوك وتويتر. 60 سعودية يدخلن السلك القضائي عبر ديوان المظالم. طرق جذابة وعصرية للتزين بالحجاب. هل المنتجات الطبيعية وراء نظارة البشرة ونقائها؟ حياكم الله مشاهدينا. في بداية حلقتنا اليوم بنبدأ مع الأخبار، وخبر اخترناه من سبق بعنوان بالفيديو الإسلام أسرع الديانات العالمية انتشارا خلال 5000 عام، حيث أطلق موقع Maps of Power أو خرائط الحروب، وهو موقع متخصص في نشر فيديوهات توضح نشأة وانهيار الحضارات العالمية خلال الحروب. فيديو جديد مدته 90 ثانية يشرح ظهور الأديان وانتشارها على خريطة العالم. وذكرت صحيفة الديلي ميل في عددها اليوم أن الفيديو الجديد لخص تاريخ 5000 عام بأسلوب رائع، حيث ركز الموقع على 5 ديانات عالمية وهي الإسلام، المسيحية، اليهودية، البوذية والهندوسية. وقالت الصحيفة أن كل الأديان أخذت آلاف السنين حتى انتشرت على نطاق واسع حتى تاريخ مولد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والذي شهد بعد ذلك الانتشار الواسع في دول العالم بتسارع رهيب. خبرنا الثاني مشاهدينا جاء من الشارق بعنوان 30 شابا ينظفون المساجد ويردمون القبور المتضررة من الأمطار. وفي التفاصيل شارك أكثر من 30 شابا في برنامج معسكر العمل الذي نظمه قسم الأنشطة الشبابية في مكتب رعاية الشباب بالقطيف يومي الجمعة والسبت. وقام المشاركون في المعسكر بعملية تنظيف عدد من المساجد في محافظة القطيف، وساهموا في إعادة ردم بعض القبور التي تأثرت بالأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة خلال الأسبوع الماضي. وتسببت هذه الأمطار في حفر كبيرة في بعض القبور، وقد أشار مدير قسم الأنشطة الشبابية في المكتب عادل الصايغ إلى أن هذا البرنامج غير مجدول في وقت سابق، ولكن تم تطويعه مع الحدث والظروف المتمثلة في الأمطار الغزيرة، وقد تفاعل معه عدد كبير من شباب أندية المحافظة فور الإعلان عن إقامة المعسكر، مضيفا إلى أن البرنامج كان له أثر كبير على الأهالي الذين قدموا شكرهم لإدارة المكتب والشباب المشاركين في هذه المبادرة الإنسانية. كما تناقلت الصحف السعودية مشاهدينا اليوم المزيد من التفاصيل الجديدة التي ظهرت في قضية قيام مجموعة من الشباب في الرياض بإطلاق حملة الحضن المجاني وما تبعها من ردود أفعال. بنتعرف أكثر على التفاصيل مع زميلتي خلود في جدة. إليك يا خلود.
شكرا لك يا هدى. بالفعل يعني في مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت مجموعة من ردود الأفعال ردا على حملة أطلقها مجموعة من الشباب سموا الحملة ابتسم فإنها سنة. جاءت هذه الحملة ردا على حملة أطلقها مجموعة من الشباب الرياض ذكرتها زميلتي هدى اللي هي حملة الحضن المجاني. فكان نشاط الشباب أنهم حملوا يافطات، هذه اليافطات عليها مجموعة من الوجيه المبتسمة التي تعلوها وجيه صفراء تعلوها ابتسامة موجودة طبعا عندنا على الشاشة، وكانت زي ما ذكرنا هي يعني تشجيع لاتباع السنة النبوية الكريمة. طبعا احنا عندنا عبر الهاتف الشباب اللي قاموا بهذه الحملة، معنا عبر الهاتف الأخ ياسر الجبرتي الشاب اللي تفاعل مع الحملة وأطلق الهاشتاج، هاشتاج زي ما ذكرنا في المقدمة اللي هو ابتسم إنها سنة. مساء الخير أخ ياسر. مساء النور أستاذ أختي. أهلا وسهلا فيك. أول شيء أنا يعني أحييك على هذه الحملة ابتسم إنها سنة، لأنها نوع من أنواع أو هي صدقة تعتبر الابتسامة بوجه المسلم. أخ ياسر يعني كيف جاءت هذه الحملة؟ حكيني عنها شوية أو فكرتها. أولا هذه الفكرة الله يجزي الشباب اللي قاموا بها فكرة جدا، وهذه الفكرة صحيح من مصطلح هي إعلاء الإسلام النبي الله عليه وسلم عليه وردا على حملة فيهج، ردا على حملة اللي هي الحضن المجاني. الحضن المجاني نعم. وبدأت اليوم الصباح الفكرة والحمد لله لقيت أقبال كبير من تويتر. طيب انت يعني ليه بتحاول دعم هذه الفكره؟ يعني انت شايف انه ردا يعني الدافع الاول كان ردا على حمله الرياضه اللي هي حمله الحضن المجاني، ولا انت شايف انه اتباع السنه النبويه خف كثير لدى الشباب؟ طبعا هي اولا اتباع سنه النبي الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وثاني شيء هي ردا على حمله الحضن المجاني، وكمان ان شاء الله بنتبه لنا فيها الاجر لانها هي صدقه فوق كل شيء. طب ليه بتنتقد حمله الحضن المجاني؟ ايش عندك ضدها؟ بالعكس هي يعني مظاهره اولا هي غربيه. ووجهتها في المجتمع هنا عدم قبولها في المجتمع بشكل مطلق. يعني انت شايفها انه هي عباره عن مظهر من مظاهر التقليد للغرب؟ هو لا. طيب. فأنت قمت في هذه الحملة اللي هي الهاشتاج اللي هو ابتسم إنها سنة، لقيت فيه تفاعل في الموضوع؟ تفاعل كبير 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 من خاصة من المجتمع السعودي، وما شاء الله تبارك الله من أول ما طلقت الهاشتاج إلى الآن الهاشتاج ماشي بسرعة أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، والحمد لله كل من دخل الهاشتاج ما يدري على الشيء هذا ما عدا شخصين من الصباح. لا ما فهمت آخر إيش المقصود، إيش ما عدا شخصين؟ اللي هم اعترضوا على انه هذه ردا على حمله حضن المجاني. الشخصين دول من نفس حمله الحضن المجاني؟ اعتقد انهم ما هم من الحضن، ما هم من الحمله. لكن كانت عندهم اراء واتجاهات ثانيه. وكان المقصد الاول والاخير هي على سنه النبي. طيب تحول الرد على حمله الحضن المجاني، حملة ابتسم إنها سنة وحملة الحضن المجاني، تحول ردود الأفعال من هنا لهنا بين المناصرين هذه الحملة ومناصرين هذه الحملة، تحولت إلى مشاكل ولا في لغة حوار بينكم؟ بالعكس لغة حوار جيدة. وهي أصلا في الأول والأخير هذه الحملة هي اللي عيات سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمستحيل أحد يتعارض عليها، يعني هي ابتسامة. وليت بعد الابتسامة أشياء حلوة. إيش ممكن تغير حملة ابتسم إنها سنة؟ ما فهمت السؤال. ايش ممكن تغير في سلوك الشباب ابتسم انها سنه؟ الحمله دي ايش ممكن تغير بسلوك الشباب باختصار؟ بالعكس يعني شيء حلو، يعني ابتسامه، الود، التقارب الاجتماعي. ممكن ان شاء الله شيء حلو للمجتمع. شكرا لك اخ ياسر ويعطيكم الف عافيه على الحمله. سمحتي؟ تفضل. عفوا ياسر الجبرتي وليس ياسر البتاتي. أخ ياسر الجبرتي عذرا على الخطأ بنطق الاسم، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام بعد هذه الفقرة ما زالت فقرات سيدتي مستمرة، نلقاكم بعد الفاصل. سيدتي نت معك أثناء دراستك، معك في مملكتك.
مجلة سيدتي لكل فرد من عائلته. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها، الرابحة معها. أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. في سيدتي بعد الفاصل، 20% من السعوديين يعانون من الربو.